وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. نعم، يخرجون من النار فحم ضبائر، ضبائر يعني محترقين، جماعات محترقين، فيلقون في نهر الحياة، نهر يسمى نهر الحياة من أنهار الجنة، فيحيون كما يحيى الحب الذي يحمله السيل. السيل إذا جاء يحمل البذور، الأودية تحمل معها البذور فتطرحها في الأرض فتنبت، كذلك النهر الحياة يطرحون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. نعم. من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه. والفردوس هو أعلى الجنة، الفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة، ويجري منه هذا النهر. نعم. على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. كحب حميل، الحب الذي يحمله، حميل يعني المحمول، الحب الذي يحمله السيل يطفح عليه ثم يستقر في الأرض ثم ينبت ويصبح شجرا حيا. نعم.